الشخص يوقفه، سرع الصوت. خلاص وقف. وقف. والله انه يستاهل. سبحان الله، شفت توك اشرت. والله نيتك طيبة. والله يستاهل. استاهل. لا ونياتهم كلها زينة. اي لا والله هو بس كمان لانه بادر اخر واحد. طيب افتح المايك. افتح المايك واحنا طبعا عندنا اللي يفوز على طول يسمعنا بصوته اي شيء. هذه طلبها حسين، ما لي دخل. ما طلبت حسين صح؟ لا طلبناها. هذا زين كله وصوته ما هو زين. طول عمرك بس يعني زي ما تقول امر ربعك صحيه بسيطه خفيفه يعني. ما يخالف ابد. أجل لك حريه الاختيار الشخص بديل يقوم فيها. يقوم بالصوت صح؟ بالصوت اي. طيب تفضل عبد الله صالح. الله تحيه لعبد الله. راجع معي من ابها. عبد الله صالح اول شيء تفوزه لانه على طول بادر وشال المهمه. يستاهل. الفائز الثاني معنا عبد الله. ابشر بالسعد. خاطري ما هو بطيب ولا مرتاح بال، والعرب ما عاد لي شاف في منطقها، أتظاهر بالسعادة ولا انا ضايق ولا خلاق طايح سوقها، وجد حالي ليت لا قلت للماضي تعال، يرجع الماضي ولا ايام يرجع ذوقها، يرجع الماضي ولا ايام يرجع ذوقها. سلامتك. بسم الله عليك. ما شاء الله ما شاء الله. لا خارجنا ولك عمل مضغوط بيتنا. ما شاء الله. هذا كامل. قالك تستاهل. والله تستاهل. شو بدك وش بخاطرك تقول احسن؟ أودي أسمع مرة ثانية. الله، ترى الشباب ما شاء الله فيه مواهب مرة كثير عندنا. طبعاً أول شيء إحنا الآن نمر بفترة احتفالات بطننا الغالي، اليوم الوطني 94.